ما يحبش ياكل طعام، ما يحبش ياكل هكا كش ما يكون جواز ولا ما يحبوش ما ياكلوش. هو يبريفير كو يشي بيتزا ولا ساندويتش باسكو لي ساندويتش لبنان لي بيتزا لبنان تو سامبلومون. هكذا هي آراء غالبية الشباب في الجزائر، تفضيل أكل البيتزا والساندويشات على الأكل المنزلي الصحي. شوفي ما نكذبش عليك، والله المعظم كان حوايج ما ياكلهمش، ما يحبوش ياكلهم في الدار. مثلا كما نقولوا العدس ولا البركوكاس، ولا يحبوا ياكلوا بيتزا شاورما. الوقت تبدل، حنا زمان كنا العيش بركوكاس لا اون مونجي تو، دوك تالما لو موند تقلب، العالم تقلب كامل، ماشي غير عندنا، ما عند ولا في اوروبا في كاع. اولادك انت سا ديبون، سا ديبون المنيو، يطلعوا يشوفوا سي سي با لاخر المنيو ما عجبهمش يخرجوا. الأولياء يرون عكس ذلك، فهم يتعبون في تحضير طعام صحي لأبنائهم الذين يرفضون ما يطبخ في البيت ويلجؤون إلى أطعمة الشارع لما لها وعليها. 15 و 10 عندي طفل يبغي بزاف الفاست فود، كي نطيب ياك يقول لي ما ناكلش، أنا نقول له نطيب ليسونسيال ما تقعدش جيعان، حبيت تاكل كل ما تاكلش الله يسهل. اي هما انا نشري حاجه صحيه وما ياكلوا حاجه تاع مرض، انا ما نحبش تاع الماكله تاع برا. ما نكذبش عليك، انا تربينا على الشهاده العجوز ماني الله يرحمها، العجاجن في الدار الطعام. رغم ادراك المواطنين لخطوره هذه الماكولات، الا ان محلات الفاست فود لا تخلو من الشباب طيله اليوم، لتكون النتيجه في الاخير التسممات الغذائيه في كثير من الاحيان، وهذا دون الحديث عن أمراض قد تظهر لاحقاً.